وين الاسود؟ انا لحالي بنقي يا عمي، ما فيش حدا يعني يضل يحكي 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 يا عمي. عن شعر يا بعطيك مع فول الحلاف وبرش لك على شعر. الولد لما هو بالساحة مجرد انه هو موجود بالساحة برا بيعطيه نوع من الراحة، نوع من الطمأنينة، نوع من اللا قيود، انه حس حاله غير مقيد بالصف في اطار ممكن يقيده. فمنشوف احنا الاولاد بيعيشوا الحياة اللي بيعيشوها في البيت عم بيطبقوها في الصف في الروضة. بعد عليه كل خلاص الهب اللي خلص ده بشوف فيه كثير ماي هيك ظلط إضافة للمتعة الموجودة عند الأولاد. كمان هنا كمان عم بيكتسبوا مهارات تعلم، مهارات حياتية، احترام لبعضهم البعض، أخذ أدوار وتبادل أدوار موجود في الساحة. بالإضافة لأنه الساحة هي ساحة فعالة، ورشة عمل، الأولاد كل ولد مشغول في إيش هو بحب يعمل، فهذا بقلل العنف. في يعني قليل ما منشوف إن الأولاد بيستعملوا العنف في الساحة. ليه؟ لأنه كل ولد أولاً هو اختار إيش بده، الولد هو بيختار، لما الولد اختار هو حابب عنده حاجة إنه إسا يكون في هذا المركز. أنا كمربي بقدر أشوف مين الولد القيادي، مين الولد الخجول، مين الولد اللي بتفاعل وبندمج بسرعة بالزاوية، مين الولد اللي بأخذ معه وقت طويل طنو يقدر يتفاعل ويفوت مع الولاد، مين الولد المقبول بالصف اجتماعيا، مين الولد اللي مرات ممكن يكون منبوذ اجتماعيا لما بيجي بحاول انه يفوت. ممكن انا كمعلمة اشوف انه هذا الولد عنده صعوبة معينة، انا اساعده انه تعال نلاقي حل او تعال نشوف طريقة انه كيف ممكن ندخل لفعالية اولاد ثانيين بدون ما نغلف عليهم، بدون ما نضايقهم بفعاليتهم، بدون ما انه احنا بشكل انه يتقبلونا بشكل حلو وسلس وانسيابي بدون ما احنا نضايقهم. بنفع تخليني اكون الحلاق. طيب انا بدي اكون الحلاق.